مرحبا بكم أعزائي مشاهدي قناة الديار الفضائية الأكارم، لقائي يتجدد بحضراتكم عبر هذا البرنامج في موعده الثابت عند الساعة 5 من مساء الثلاثاء من كل أسبوع على طريق نشر الوعي القانوني والثقافة القانونية في مجتمعنا الكريم. كالمعتاد في حلقات يوم الثلاثاء، موضوعنا وللحلقة الثالثة للأسبوع الثالث على التوالي هو قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 المعدل النافذ، ولنا إطلالة أخرى يوم السبت نكون مع قانون المرافعات المدنية أيضا رقم 83 لسنة 1969 المعدل والنافذ. توقفنا بالحلقة الماضية بعد ما أنهينا البحث في الدعوة المدنية وفي بداية المواد اللي بدأ بها قانون أصول المحاكمات الجزائية، توقفنا عند الكتاب الثاني اللي جاء تحت موضوع التحري عن الجرائم وجمع الأدلة والتحقيق الابتدائي. اليوم راح يكون موضوعنا هذا الموضوع ومن المادة 29 ونواصل البحث. كالمعتاد هواتفنا ستكون مفتوحة أمام حضراتكم وستظهر أسفل الشاشة بعد قليل لاستقبال مكالماتكم والرد على أسئلتكم سواء تعلقت في موضوع الحلقة أو في أي شيء من شؤون القانون. أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج في الثقافة القانونية، معكم المحامي لؤي شوقي السعدي. انتقل إلى الموضوع. أنا ذكرت أنه إحنا يعني اليوم راح نبدأ بالكتاب الثاني، الباب الأول من عنده، يعني في موضوع الكتاب الثاني هو التحري عن الجرائم وجمع الأدلة والتحقيق الابتدائي، والباب الأول من عنده هم أعضاء الضبط القضائي. بس قبل يعني لا ندخل في قراءة وتوضيح مواد هذا القانون، يعني ما يختلف فيه قانون أصول المحاكمات الجزائية أو قانون يعني العقوبات أو كل القوانين العقابية التي تصدر، ومو فقط في العراق إنما حتى في كل البلدان، أنه الجزاء يعني القضاء في الجزاء يسعى يعني وليس كما هو معتاد في البداية في القانون المدني أو الأمور المدنية أو في الأحوال الشخصية. عندنا في القانون المدني والأحوال الشخصية والتجاري ويعني ما يخص القانون الخاص الناس هم من يسعون إلى القضاء. القضاء لا يسعى إلى أحد، لازم يكون في الدعوة مدعي وهذا المدعي يسعى ويقيم الدعوة وبالتالي يستحصل على حكم. العكس في الجزاء يعني حتى لو ماكو مشتكي ممكن يكون هناك مخبر، ممكن أن يتحرك الادعاء العام. المهم ما دام أكو عمل يمثل جرم وفقا لقانون العقوبات المرعي في ذلك البلد أو في ذلك الوقت، معناها القضاء يتحرك. يعني القضاء عكس ما هو عليه في البداية والأحوال الشخصية، في الجزاء هو يتحرك، هو يسعى يعني، وبالتالي يعني ينتظر مجرد الإخبار. يعني حتى أعضاء الضبط القضائي اللي راح نجي إلهم هم مو فقط يعني يتلقون الشكاوى، إنما إذا يعني هم وقفوا على عمل يجرمه القانون هم سيحركون الشكوى، وهذا يعتبر من واجبهم. ولذلك قاضي التحقيق هو يسعى إلى جمع الأدلة، واجب أن يجمع الأدلة. طبعا أول قاضي تتحرك أمام الدعوة الجزائية هو قاضي التحقيق، ومنه تحال أما إلى الجنح أو إلى الجنايات. فقاضي التحقيق واجب بالجزاء، واجب كبير ومهم، وهو يجمع الأدلة، يعني هو واجب أن يجمع الأدلة ويهيئ الدعوة ويضعها بحسب الأصول، بحسب هذا قانون الأصول الجزائية أمام المحكمة المختصة بها، اللي هي احنا يعني أنا كررت أكثر من مرة يعني للعلم والثقافة القانونية، أنه محكمة التحقيق تحيل الدعاوى اللي العقوبة مالتها من يوم إلى 5 سنوات إلى محكمة الجنح. ممكن أن تنظرها بدعوى موجزة، ممكن أن تنظرها بدعوى غير موجزة،
وتحيل الدعاوى اللي الحكم بيها الحكم وفقا لقانون العقوبات من 5 ويوم من 5 ويوم من 5 سنوات ويوم إلى المؤبد أو الحكم بالإعدام إلى محكمة الجنايات. هذا هو الأصل. محكمة التحقيق تسعى يعني بكل ما يعني بكل ما لديها، والقوانين يعني والقانون هو قانون أصول المحاكمات الجزائية، يعني سخر لها يعني سخر لها ذلك، ويعني وضع لها هذه المواد اللي تجعلها ممكن أن تتصرف وفقا للقانون في سبيل جمع الأدلة. يعني القاضي في الجزاء لا ينتظر أن يقدم له الدليل، إنما هو يسعى إلى الدليل، عكس القاضي أمام البداءة. أمام البداءة الحياد يوجب عليه أن لا يسعى إلى الدليل، له سلطة تقديرية نعم، دورة إيجابي نعم، لكن هو في البداءة وفي الأحوال الشخصية ينتظر من المدعي يعني البينة والإثبات، وينتظر من المدعى عليه عندما يدفع أن يثبت دفعه. يعني هو احنا مثل ما قلنا الدفع هو بحد ذاته دعوة. بالجزاء لا، بالجزاء القاضي هو يتحرك في سبيل الوصول إلى الدليل، لأنه يعني قد يكون بالعكس، يعني هنا مو من مصلحة المتهم أن يسعى إلى أن يكشف نفسه، وهذا مسألة أكيدة يعني. فلذلك الأمر يختلف يعني، ولذلك يعني المساحة اللي يتحرك بها قاضي التحقيق مساحة أكبر وعم وأشمل يعني، ويفترض أن يكون له أكثر من معين. ولذلك شوف هسه لما راح نقرأ مواد القانون راح نشوف أنه كثيرين يعني هم بمثابة معينين للقاضي، معينين لقاضي التحقيق وللقضاء للوصول والإحاطة بالجريمة بشكل كامل. المادة 29 ده تعدد فقط، تعدد أعضاء الضبط القضائي، والمواد اللي بعدها راح تجي توضح يعني صلاحياتهم وأعمالهم. فتنص المادة 29 أن أعضاء الضبط القضائي هم الأشخاص الآتي بيانهم في جهات اختصاصهم، يعني طبعا كل واحد في جهة اختصاصه، والآتي بيانهم الآن 5 فقرات هي راح تبين لنا من هم أعضاء الضبط القضائي. احنا قلنا بالمواد الأولى من هذا القانون قلنا أنه أعضاء الضبط القضائي ممكن أن تقدم الشكوى إليهم، يعني إذا الشكوى حركت في وقت ما موجود فيه قاضي، أو القاضي قاضي الخفر ويكون بعيد، أو ما موجود فيه محقق، أو حتى ما موجود فيه ضابط، فراح نشوف شلون أعضاء الضبط القضائي منتشرين يعني وأمام المشتكي عدة بدائل. المهم أنه الشكوى تحرك في أي وقت وفي موعدها يكون أفضل. فنجي إلى أولا رقم 1 يعني ضباط الشرطة ومامورو المراكز والمفوضون، هذول أول أعضاء ضبط القضائي. نعم أكو اتصال. أحمد تفضل. أحمد تفضل أخي أحمد. أحمد 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 تفضل أسمعك. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله تفضل. ألو أسمعك. ألو. أحمد أسمعك بس أنت بس نص التلفزيون. أحمد السلام عليكم. نص التلفزيون واسمعني من الهاتف أحسن على مود يكون الاتصال واضح. أسمعك أحمد أسمعك تفضل. الله يسعدك أستاذنا العزيز. أهلا بيك عيني. أهلا بيك أستاذنا العزيز. أنا نعم. من نعم. ألو أسمعك أحمد بس نص التلفزيون الوصيلية أو ابتعد عنه. ما أسمعك. ألو أنا أسمعك تفضل احكي. أسمعك. ألو احكي أحمد احكي. انقطع الاتصال. اللي نرجوه من المشاهدين الكرام اللي يتصلون بالبرنامج يعني انه يوطون صوت التلفزيون للآخر أثناء المكالمة ويسمعني من الهاتف، لأنه هذا الصوت من يصير بي يعني صدى هو ينقطع الاتصال، ينقطع يعني مو فقط احنا ما نفتهم، انما ويصير صدى ويصير الوقت يتأخر مال وصول الصوت. فأتمنى هاي الملاحظة يعني.
انه المشاهد اللي يتصل بنا يوطي صوت التلفزيون للاخر ويسمعني من الهاتف، واكو وقت يعاد به البرنامج اذا يريد يسمع الجواب مرة ثانية. طبعا ممكن هو من راح يسمعني من الهاتف راح يسمع الجواب كاملا. اذا اول اعضاء الضبط القضائي هم ضباط الشرطة ومامورو المراكز، مامور المركز يعني مامورو المراكز والمفوضون يعني مفوضين الشرطة. اذا الضباط يعني ضباط الشرطة هاي اذا ما لقينا قاضي، يعني اذا ما كان القاضي موجود في حينها في حين تحريك الشكوى، هو اذا موجود قاضي نذهب الى القاضي يعني نقدم الطلب للقاضي، اذا ما موجود او بعيد او كانت الافضل يعني ان تكون الشكوى تحرك يعني عن الاقرب لموقعها، فممكن امام ضباط الشرطة وماموري المركز والمفوضون. اثنين مختار القرية والمحلة في التبليغ عن الجرائم وضبط المتهم. نعم اكو اتصال اخر. احمد تفضل. احمد الو السلام عليكم. عليكم السلام احمد تفضل. احمد وطيلي صوت التلفزيون لان شوف انت هسه اللي دي يجيك صوتي، يعني وطيلي التلفزيون للاخر. الو السلام عليكم استاذنا العزيز. عليكم السلام اهلا بك عزيز. انا زوجتي قدمت على شكوى. نعم. مال هي تريد تاخذ اساس، هي كاتبتن علي غصب. كاتبتن غصب علي الاساس مالتها. نعم. وهي نعم. ما مطلقه. وجاي اطلبها البيت الطاعه يقولوا لي الا بيت جديد. نعم. واساس جديد وهي الغرفه مالتها تاخذها القديمه واساسها. نعم 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 نعم. زين وتسويت هسه. يقول لي كون عندنا جديد والاساس جديد. ايه؟ وثانيا ابوها يعني اخذها غصب قوة علي، اخذها وديت له مشيات وديت له يعني ناس شادة واسر ورفض يطردهم من الباب. نعم. وكانت هي حامل وكتل الطفل هميا ابوها. نعم. زين انت عندك اطفال؟ انت مقدم عليه يريد نفقة ويريد اساسها كلها جديدة وهي لحد الان ما مطلقة. ما يخالف ما يخالف يعني اكو قانون يجي بان يسمح للمرأة تاخذ. انت عندك اطفال؟ عندك احمد عندك اطفال؟ احمد عندك اطفال؟ انا اردت ارفع دعوه مال مطاوعه. نعم نعم. بدي ارفع دعوه مال مطاوعه بس ما يقولوا لي الا بيت جديد واثار جديد، انا لا موظف. نعم. ولا كاسب يعني انا عطال بطال يوم اطلع وعشره لا للشغل. نعم نعم هسه اجاوبك بس قل لي عندك اطفال؟ لا ما عنده اطفال ما عنده اطفال، هي كانت حامل البطنة وكتلها عمرها 50 يعني سنة. يعني متزوج جديد يعني متزوج جديد وساكن مع اهلك؟ ها؟ اقول لك ساكن مع اهلك؟ لا انت ساكن ما عنده اطفال. ساكن مع اهلك؟ انت لو منصيل صوت التلفزيون كان ما يصير هذا الصدى هسه. إيه صوت اللي وصلك. اي ماشي انت سد التليفون وهسه راح اجاوبك، هسه افتهمت من عندك وراح اجاوبك. اخ احمد عيني، بالنسبه لزوجتك، زوجتك تاركه دار الزوجيه، من حقها من تترك دار الزوجيه يعني للخلاف من حقها ان تقيم دعوه نفقه، ومن حقها ان تقيم دعوه اثاث زوجيه. بالنسبه للاثاث الزوجيه هذه تعتبر نظير المهر المعجل مال الزوجه، نهر المهر المعجل للزوجه، وبالتالي هي مو من يعني من تقول لك غصب اثاث زوجيه، فلان الاثاث الزوجيه هي من حق الزوجه، يعني عدا ما يخص منها الزوج اللي مثلا ملابسه كتبه يعني عده المهنه، هاي الامور اللي خاصه به فقط هذه ما تطلبها. اما بقيه الاثاث الزوجيه اللي من المهر المعجل يعني وانتم متزوجين جديد يعني مثل ما افتهمت منك انه صار يعني 5 أشهر عمر الجنين، فمن حقها من تترك دار الزوجيه ان تقيم عليك هذه الدعوه، يعني انت لا تستغرب لانه هذه نظير المهر المعجل مالها، وبالتالي المحكمه ممكن ان تحكم لها بالاثاث الزوجيه. اما انت قائم دعوه مطاوعه زين زين سويت، بس انت من تقيم دعوه مطاوعه لازم تهيئ بيت شرعي، وبالتالي الاثاث الموجوده بالبيت الشرعي لازم غير الاثاث هاي القديمه اللي هي تعتبر نظير المهر المعجل،
فهذه هاي الطالب بيها وتحكم لها المحكمة، راح تحكم لها بما يمكن أن تثبت من الآثاث الزوجية، وتحكم لها بأنه أنت أما سلمها الآثاث الزوجية أو سلم أقيامها، أقيام المقدرة اللي قدروها الخبراء. المحكمة راح تعين خبراء يقدرون قيمة الآثاث الزوجية، فأما أن تسلمها الآثاث أو المحكمة تلزمك بتأدية بدل الآثاث. زين، وبالنسبة للدعوة المطاوعة اللي انت قائمها، المفروض البيت الشرعي تجهز بآثاث جديدة غير هذه الآثاث. يعني لا تستغرب، هو هذا اللي يحكم به القانون، وهو هذا اللي يحكم به القضاء، وانت اشوفك يعني مستغرب من الوضع. فنصيحتي لك ان تحاول ان يعني بشتى الوسائل يعني ان يعني تتصالح معها وتعيدها الى دار الزوجية، ويعني تقنعها حتى لو بدار زوجية بيت شرعي اخر. اذا اقتنعت هي بالموضوع ويعني رجعت البيت الشرعي فانتهى الموضوع، بعد ماكو داعي الاثاث ودعوى الاثاث. المهم الصلح هو سيد الاحكام بيناتكم. نعم، اكو اتصال استاذ فاروق. نعم ابراهيم، تفضل ابراهيم. شكرا. تفضل ابراهيم. ابراهيم اسمعك. ابراهيم وطي لي صوت التلفزيون، اسمعني من الهاتف احسن على مود يصير عندك صدى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ابراهيم، تفضل. ما قاعد اسمعك انا استاذ. انا اسمعك بالتليفون. ما قاعد اسمعك. انا اسمعك، تفضل تفضل. انت بالتليفون؟ ما قاعد اسمعك، وصلت التليفون. بالتليفون ما تسمع. الو، اسالني سؤال وانا راح اجاوبك. اسال تفضل. الو، ما قاعد اسمعك استاذ. تفضل تفضل، اسال السؤال. اسال. استاذ عندي قضية من 2006 جهز. نعم. الو، تفضل. اي، من 2006 عندي قضية جهز. من 2006 من 2006 عندك قضية من 2006 تم عشائريا وتنازل ذوي الحق الشرعي. نعم. شنو هي؟ دهس؟ قلت لي دهس. اي، وتنازل ذوي الحق الشرعي تنازل. نعم. نعم. اي، تنازل. زين، هسه راجعنا المركز على مود العفو. نعم جهز. نعم زين. اي، تنازل او ذوي الحق الشرعي، هسه راجعنا المركز. أي، على مود العفو. نعم، لقينا الدعوة مفقودة مركز الزبير. مفقودة الدعوة. نعم، راجعنا قالوا بيستلمها نقيب، والنقيب استشهد. نعم، فقدة الدعوة. نعم. اوكي. نعم نعم، مفقودة. زين زين، احنا عندنا بيتنا مرهون على مود الكفالة. نعم. وريد نفتح لنا الرهن. نعم، ريد نفتح الرهن مال البيت. زين، هو ليش اذا انت تقول هاي، انت شنو الحكم اللي صدر عليك في حينها؟ الحكم اللي صدر عليك شنو؟ اخ عباس عيني، شنو الرهن مال البيت؟ عباس، شنو الحكم اللي صدر عليك؟ الدعوة مفقودة، شنو علاجها استاذ؟ بس اسمح لي، الحكم اللي صدر عليك في حينها من محكمة الجناح شنو هو؟ وبعدين هذا الدهس ادى الى وفاة؟ ادى الى وفاة؟ دعوة الدهس هي الحكم ادى الى، يعني الدهس ادى الى وفاة استاذ. دعوة الدهس. اي، دعوة الدهس ادى الى وفاة. الحبس توقف وطلع الكفالة. المشكلة بالصوت. الدهس نعم ادى الى وفاة. نعم. الدهس ادى الى وفاة. ها، ادى الى وفاة المجني عليه. نعم. اي نعم. زين، شنو الحكم اللي صدر عليك؟ الحكم اللي صدر عليك شنو؟ نعم ادى الى وفاة. الحكم اللي صدر عليك اي نعم ادى الى وفاة.
نعم والحبس وطلع بكفالة. الحكم شنو كان الحكم؟ ما انحكم. ما انحكم. طلع بكفالة. يعني طلع بكفالة ما أحيل للمحكمة المختصة يعني من دور من دور التحقيق أفتهم من دور التحقيق طلع بكفالة. انحالت كفالة ما حكم. انحالت الدعوة للمحكمة المختصة لو لا؟ ما انحكم طلع بكفالة. أدري طلع بكفالة بدور التحقيق. لا ما انحال المحكمة لا. ها ما انحال. اي بس بالتحقيق طلع بكفالة. نعم. وهذا شو وقت يعني هذا كان ايش قد؟ لا ما انحالت. يعني بالمركز. هذا ب 2006 ولحد الآن بعد طالع بكفالة وما انحالت؟ مو هذا غلط هذا أخي أخ عباس عيني. يعني حتى لو طالع بكفالة حتى لو متنازل. 2006 اي نعم اعرف حتى عباس هسه عوف العفو هسه اجيك على العفو بس هي الدعوه بوقتها منظوره امام محكمه التحقيق. محكمه التحقيق لما كملت التحقيق غير المفروض تحيلها للمحكمه المختصه حتى لو متنازلين ذوي المجني عليه المفروض تحيلها للمحكمه المختصه على مود على الاقل الكفاله تنتهي لانه الكفاله بحزم الدعوه تنتهي يعني يصير ما لها لازمه بعد. مو انت تقول هسه الكفاله كفاله عقاريه والبيت محجوز على الكفاله فهي المفروض لو محكمه التحقيق حالت الدعوه الى محكمه الجزاء المختصه سواء جناح او جنايات هي هذه على الجنايات ما حالت اوراق المحكمه طلع الكفالة وبقت الأوراق. هسه المهم هو مشمول بقانون العفو يعني. عقارية نعم. المهم أنت مش هو أنت لو غيرك المعني. أنا شفتك عجيب. المهم ال صاحب السيارة مشمول بقانون العفو هسه تروح المحكمة للمحكمة الاستئناف. غيري ابني. المهم تقدم المحكمة الاستئناف طلب ابنك تقدم له طلب او هو يقدم طلب يروح المحكمة الاستئناف اللجنة العفو يروح يقدم طلب يقول يابا انه انا ب 2006 كانت محركة شكوى ضدي واني متهم مكفل والان انا مشمول بقانون العفو والمدعين بالحق الشخصي تنازلوا عن الشكوى واستلموا التعويض فاطلب تدوين اقوالهم. إذا الدعوة مفقودة خلي يبين أنه هو راجع مركز الشرطة ومركز الشرطة أخبره بأنه الدعوة مفقودة وأنه أكو بهذه الدعوة كفالة عقارية أكو حجز على عقار فهو يطلب شموله بالعفو على مود يعني يرفع القيد أو الحجز عن العقار. وإذا موضوع أنه الدعوة مفقودة بإمكان محكمة التحقيق أنه تسوي دعوة جديدة تسمع أقوالك وتسمع أقوال المدعين بالحق الشخصي وبالتالي يصدر القاضي قاضي التحقيق يشمل الدعوة بالعفو وبالتالي الحجز ممكن يرفع. ما دام المدعين بالحق الشخصي يعني متنازلين أو ممكن تجيبهم مرة أخرى يتنازلون هسه لأنه الدعوة مفقودة يعني هي هاي اللي راح تكلفك انه تجيبهم يتنازلون مرة اخرى ويقولون انه احنا استلمنا التعويض المناسب ونتنازل عن شكوانا وبالتالي ممكن انه يشملوك بالعفو. من تنشمل بالعفو يعني تلقائيا الحجز المحجوز على العقار هذا راح يرفع. اخ عباس اذا وياي او اذا سمعتني نعم اتمنى سمعت الجواب. ابدأ من لجنة العفو بمحكمة الاستئناف ابدأ قدم لهم طلب وافهمهم انه هذا الموضوع موضوع الدعوة مفقودة في تاريخها واطلب هاي الطلبات اللي قلت لك عليها. نعم اتصال اخر احمد بن الموصل. نعم تفضل احمد تفضل احمد بن الموصل تفضل. أحمد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم أستاذ. أهلا بيك أحمد تفضل عيني. ألو السلام عليكم. أهلا بيك أحمد تفضل. ألو أستاذ. السلام عليكم. عليكم السلام أحمد تفضل. أستاذ الكريم.
الله يرضى عليك. أنا أحمد أسحب طالب ماجستير. نعم. طالب ماجستير أنا من الموصل بالهندسة المدنية. نعم طالب. نعم. ماجستير نعم. ماجستير هندسة مدنية جامعة الموصل. نعم نعم. نعم تفضل. اي احمد اشرح لي قل لي شو. كريم تسمعني؟ اسمعك اسمعك. جناب الاستاذ تسمعني؟ اسمعك اسمعك احمد اسمعك. تفضل احمد تفضل. استاذي الكريم انا كملت الكورس الاول امتحانات الاولى. نعم. كملت الامتحانات الكورس الاول. نعم. قبل المادة الأخيرة مادة الإنجليزي. نعم. استاذ قبل المادة الأخيرة مادة الإنجليزي أنا جيد جيد بها. فامتحنت خلال ساعة زمان وطلعت من الامتحان. نعم. ورا ما كملت الامتحان استاذ الكريم طلعت خارج القاعة. الدكاترة شافوني وهنوني يمنع النتيجة اللي جاوبتها قلت لهم إن شاء الله درجة كاملة آخذ. وراها جناب الأستاذ طلعت خارج الجامعة. نعم. ورا ساعتين ورا ساعتين أشو جتني رسالة بات على الساعة على ساعتين وأربعين مقام داخل خارج القاعة الامتحانية طالب سألني على السؤال الثالث أنا كل اعتقادي أنه خارج القاعة. نعم. لأن يعني استخدام الموبايل ممنوع استخدامه داخل القاعة. نعم. وراء دقيقتين ثلاثة قالوا ترى هذا الطالب داخل القاعة رجعت للجامعة داخل الجامعة. نعم. قلت له ما أدري الأستاذ شلون تسمحوا له يستخدم الموبايل وداخل القاعة. سووا تحقيق مع العلم أستاذ أنا سألت على الكلية والبعث مالي مكملة. نعم. كملوا التحقيق أستاذ الكريم وراها أعلنوا أنه باعتبار اثنين ومراسمين بجميع المواد وإذا تحلت تكررت المرحلة مرة ثانية يعتبر تحقيق قيد. عملت بالقدر قابلت أستاذ رئيس الجامعة دكتور أوباي قال لي مو تحقيق قيد هذا إن شاء الله متى فتح الدراسات حلت. وهاي صار لي من الشهر الثاني أستاذ الكريم إلى حد الآن أنا معاملات رايح وجاي بالأخير قلت أنت رقم قيدك أنت من شهر الثاني يا سلام قلت له انا خارج قاعة الامتحان من شهر الثاني ما طالب اصلا هو مو زميل الطالب من شهر الثاني يا سلام دائما من نوع داخل القاعة احمد احمد من شهر الثاني اي سنة استاذ الكريم من شهر الثاني اي سنة انت تركت جامعة يعني الثاني 2017 نعم ثاني لو ثامن ثاني لو ثامن 2017 نعم من شهر الثاني هي يا جامعة يا جامعة أحمد يا جامعة أي جامعة شهر الثاني أي جامعة أي جامعة نعم أستاذ نعم نعم اقول لك اي جامعة اي جامعة نعم استاذ جامعة الموصل جامعة الموصل جامعة الموصل يعني خلال الاحداث هي كانت يعني وين وين كان دوامكم وين جامعة الموصل اي وين كان دوامكم خلال هاي الفترة يعني خلال فترة الحرب على داعش وين كنتوا داومون بال 2017 يا لا خلال فترة التحرير استاذ الكريم ورد بعد التحرير بعد يعني التحرير ها يعني بعد التحرير نعم لا ها هي بجانب الايسر هي بجانب الايسر على الدراسه نعم كنا مقطعين استاذ الكريم من صار التحرير ورا التحرير ان شاء الله نزلوا علينا واحنا كملنا داخل القاعه نعم يعني هسه استاذ الكريم انا يعني ساعه كليه الهندسه هسه البحث مالي تقريبا مكمله وعندي بحثين ننشرهم مجله عالميه اخ احمد يعني تاريخي ايه؟ يشفع لي انه انا مو مطالب نعم الساحل الايمن اخ احمد عيني انت اللي افتهمته من عندك انه انت يعني قايلين على اساس مرتكب الغش ومسوين تحقيق ومثبتين عليك وحارميك يعني معتبريك راسب في جميع الدروس
انت بدراسه بدراسه الماجستير يعني هذا الموضوع بعد ما بي يعني ما بي دور ثاني ولا هذا معناها ركنه وقيدك. فبالتالي يعني بالتالي انت ما تقدر هسه تقاضيهم امام القضاء لانه القضاء ممنوع من الاستماع الى هذه الدعاوى. ماكو غير تقدم طلب العميد العميد الكليه وبالتالي رئيس الجامعه وتفهم الموضوع وتشرح لك كل الاوليات، واذا ما لبى طلبك ممكن تروح لمحكمه القضاء الاداري ويعني بعد ما تسوي تظلم وتروح تلجأ القضاء الاداري وتقيم الدعوه، لانه امام محاكم القضاء العادي امام محاكم البداءه هاي الدعوة ممنوعة، يعني ممنوع النظر فيها، لأنه ما يعني الدعاوى اللي على وزارات التعليم العالي والبحث العلمي اللي تخص عمل هذه الوزارتين ما مسموح بيها، ما مسموح إقامة الدعوة بيها أمام القضاء. ماكو غير أمام القضاء الإداري، هذا إذا أنت كنت مثلا موظف أو كنت يعني هذه موضوع الامتحانات والفصل وترقين القيد هذه مو أمور تخضع للقضاء العادي. المفروض انه اذا اكو بيها مجال ان تعرض على القضاء فالقضاء الاداري وليس القضاء العادي. فانت قدم طلب الرئيس الجامعة، واذا الرفض سوي تظلم، واذا الرفض التظلم اخذ التظلم والطلب مالك وروح لمحكمة القضاء الاداري، تعال لمحكمة القضاء الاداري ببغداد قيم دعوة علك يعني تصل الى حل وتثبت انه انت ما مرتكب الغش ولا هم يحزنون. بس التحقيق ضدك يعني حسب ما ارتهمت من عندك، وبالتالي يعني هم كرئاسة جامعة أو ككلية يعني يعتمدون على التحقيق اللي جرى واللي المفروض يكون محايد. يعني على كل إذا مثل ما قلت لك إذا أنت مقتنع بسلامة موقفك قدم الرئيس الجامعة، ترى ما تقدر تشتكي على الجامعة ولا على الكلية بهذا الموضوع لأنه ممنوع القضاء من يعني النظر في مثل هذه الدعاوى. نعم اكو اتصال اخر. ابو احمد من بغداد تفضل. ابو احمد ابو احمد تفضل. اكو صدى بالصوت دا يتاخر. السلام عليكم. اهلا بيك ابو احمد تفضل. تفضل ابو احمد تفضل. الو تفضل اتكلم ويوصلني صوتك بعد فتره يعني. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الو اسمعك ابو احمد اسمعك ابو احمد تفضل. الو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه تفضل. شلونك استاذ؟ اهلا بيك اهلا وسهلا ابو احمد. استاذ بالنسبه للمزورين الشهادات يعني كنا على ما الى سماء بغداد وطلعنا على مد تزوير الشهادات يعني قانون لا فيش منا لا ذوي الشهادات اي شهادات العليا يعني ذوي الشهادات العليا قلت لي ها تزوير الشهادات نعم بسبب تزوير الشهادات يعني شهادة إعدادية يعني نعم ما مستلمين بها منصب الشهادة بالضبط هذه مشمولة بالعفو إذا قصدك يعني مشمولة بالعفو لو لا فمشمولة بالعفو وصاير لا شهادات يعني إعدادية ومتوسطة أعرف يعني شهادة إعدادية ومتوسطة صار حكم بها لو لا يعني صار حكم نتيجة التزوير تقديم هذه الشهادة المزورة لو لا اي ما رجعنا يعني هم اكو قالوا فقرات مشمولين بها واكو لا لحد الان كلش ما مبين لا لا يعني حتى من جاي راجع الاداره القانونيه ما قاعد يعطونا فد قانون بالنسبه لصيغه واضحه ونرجع بها او ما نرجع او يحيلوا لنا على التقاعد يعني احنا عندنا خدمه يعني اقل واحد فينا عنده خدمه ما يقارب العشر سنوات لا بالنسبه لكم اذا الشهاده اللي مزوره اللي قدمتوها ما تعينتوا بها بدرجه مدير عام فما فوق فمعناها انتم مشمولين بالعفو يعني انتم اكيد يعني الشهاده اللي قدمتوها ما قدمتوها على مود تصير مدير عام فما فوق فبالتالي انتم مشمولين بالعفو بحسب التعديل الاخير اللي جرى على قانون العفو بالقانون رقم 80 يعني لا ما متعينين بها احنا تعيننا بها يعني مو مدير عام نعم. بس الاسميه يعني صارت مو تعين كمدير عام إذن او مهندس إذا رئيس قسم لا مجرد موظف يعني خدمات عادي إذا مشمول بالعفو إذا مشمول بالعفو أخ أبو أحمد عيني
وصلك صوتي؟ وصلك الجواب؟ أبو أحمد، أبو أحمد إذا مقطوع الاتصال مهم، يعني أقول لك أنه أنتم مشمولين بالعفو بحسب التعديل، خاصة التعديل رقم 80 لقانون العفو رقم 27 لسنة 2016، أنتم مشمولين بالعفو لأنه كل واحد قدم شهادة، والشهادة هذه مو صار بها مدير عام فما فوق، فهو مشمول بقانون العفو الأخير، وبذلك ممكن يعني أن تقدمون لجنة العفو وتشملون بالعفو إذا كان الموضوع يعني أثر عليكم في موضوع تعيينكم ورواتبكم. نعم، أكو اتصال آخر أستاذ فاروق؟ نعم، إذا نعود للموضوع، احنا قلنا انه اعضاء الضبط القضائي عددتهم المادة 39 او اي نعم 39، قلنا اول اعضاء الضبط القضائي هم ضباط الشرطة ومامورو المراكز والمفوضون، واثنين مختار القرية والمحلة في التبليغ، يعني هو عضو ضبط قضائي في التبليغ، مختار المحلة او القرية في التبليغ عن الجرائم وضبط المتهم في أن لما يبلغ عن الجريمة، سواء يبلغ مركز الشرطة أو السيد قاضي التحقيق في التبليغ عن الجرائم وضبط المتهم، حتى له صلاحية كعضو ضبط قضائي، له صلاحية بضبط المتهم وحفظ الأشخاص الذين تجب المحافظة عليهم، يعني معناها يحتفظ به للمتهم، خاصة اللي يجب المحافظة عليه أنه موقوف لحين ما يتقرر مصيره. نعم، أكو اتصال. قيصر من بغداد، تفضل. قيصر تفضل. تفضل قيصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام. ألو. أسمعك قيصر، أسمعك. ألو. أسمعك قيصر، تفضل. ألو. أسمعك قيصر، تفضل. ألو. إذا ما وصل الصوت، أسمعك قيصر، تفضل. تفضل تفضل قيصر، تفضل احكي. عندنا مفقودين اثنين. نعم. عندنا مفقودين اثنين. نعم. نعم. عندنا واحد مفقود. نعم. بالأحداث. نعم. واستلمنا وراء أربع سنوات استلمنا وراء أربع سنوات استلمنا شنو؟ شهادة وفاة. نعم. واستلمنا شهادة وفاة. نعم. اي. والآخر والمفقود الآخر. عندنا والدي مفقود بالواحد وتسعين. نعم. عندنا والدي مفقود بالواحد وتسعين. نعم. وين مفقود؟ بالواحد وتسعين مفقود. اي مفقود وين؟ مفقود وين؟ بالواحد وتسعين مفقود. والدك وين مفقود بالواحد وتسعين وين؟ بالواحد وتسعين. نعم. قدمنا احنا كنا منع ربي طلع مالته. نعم نعم نعم. طلع مالته. نعم نعم. هو كاسب. نعم. طلع للشغل مالته. زين. طلع للشغل مالته. نعم افتهمت. اي. رحنا نداعب التعويض مال اخوي نعم. ايه رحنا نداعب التعويض مال اخوي هذا الزغير مال ضحايا ارهاب. نعم. ايه رحنا نداعب التعويض مال هاي مال اخوي الزغير هذا المفقود بالاحداث. نعم. قالوا لنا عندكم والدك عدل انتم ما مسجلين دعوه مال المفقود. نعم. نعم. قالوا لنا الا اربع سنوات مرتب ثانيه على والدك. نعم. سجلنا دعوه وقال انتظر اربع سنوات ما بيها مثلا تنزيل هاي المده. نعم. مثلا سنتين.
هو والدك والدك انفقد بيا سنه يعني بيا شهر من سنه ال 91 بيا شهر يعني ما بيها تخفيف بيا شهر بيا شهر يعني اثناء الحرب اثناء الحرب اللي صارت بال 91 ما اعرف وصلك والله ما اي نعم اثناء الحرب اي نعم يعني اخ قيصر هو هو الصحيح نعم هو هو ساجاوبك هو الصحيح انه انت لما يكون عندك مفقود المفروض بالوقت نفسه اللي انفقد به اللي اذا تقول خرجه ولم يعد بالنسبه لوالدك كان المفروض انه يعني مثلا والدتك اخوك الكبير اكبر اخوانك مثلا كان المفروض بال91 يروح يخبر هو لو مخبر كان ممكن وراء اربع سنوات مثل ما هسه انتو صدرتوا حجة وفاة الاخوك بعد مرور اربع سنوات على فقدانه كان هسه صدرت حجة وفاة الوالدة كمين بنفس الطريقة اما انت هسه تقولهم انه والدك مفقود سنة 1991 فبالطبيعي هو الاخبار عنده حصل الان فيحسب لمدة اربع سنوات اخرى بس انتو المفروض يعني يعني هذا موضوع الاخبار اللي قدمتوه لقاضي التحقيق تجيبوا له شهود تجيبوا له ما يثبت على الاقل اذا عندكم اي اثبات اي ورقه اي مستند يعتبر محرر يعني يدل على انه والدك مفقود بال91 واطلبوا من قاضي التحقيق قولوا له احنا عندنا يعني ما تشاء من الشهود انه الوالد مفقود سنه 1991 وبالتالي اذا حصلت يعني موافقه قاضي التحقيق واستمع للشهود وثبت انه الفقدان ماله بال91 ذاك الوقت ممكن تروحون تراجعون محكمه الاحوال الشخصيه وتصدروا له حجه وفاه اذا القاضي رفض طلبكم ممكن تميزون قراره امام محكمه جنايات المنطقه اللي انتم بيها يعني بصفتها التمييزيه على مود يعني لو تقطعون الامل وتنتظرون اربع سنوات جديده لو انه يصير حل يعني يعتبرون انه الفقدان ماله مضت عليه الاربع سنوات هسه ويا اربع سنوات اذا بال91 ها صار اكثر من 20 سنه فالمهم يعني انا اقتراحي لك ان تقدمون للقاضي طلب لقاضي التحقيق وتقولوا له يابا انه والدنا مفقود سنه 1991 واحنا عندنا ما تشاء من الشهود ممكن يثبتون ذلك لانه هي واقعه ماديه ممكن اثباتها بالشهاده يعني مو بالضروره انه بينه تحريريه واذا عندكم اي اثبات اي بينه تحريريه اي ورقه يعني ما تخص مثلا يعني فقدانه بامكانكم ايضا ان تقدموها تعززون بها موقفكم وقلت لك اذا رفض القاضي يعني يبقى عندكم شانس انه تميزون القرار امام محكمه جنايات بصفتها التمييزيه وتشوفون قرار محكمه الجنايات يعني اذا كل الطرق جربتوها هذه اللي دا اقول لك عليها وما ما ما اجدت جدوى يعني معناها لازم تظلون تنتظرون من تاريخ الاخبار اربع سنوات وتصدرون حجه وفاه وبالتالي تقدرون يعني حقوق المفقود اخوك من ضحايا الارهاب يلا تقدرون توزعوها بعد لانه هسه والدك وياكم اذا صدرتوا قسام راح يكون هو وياكم حي لانه ما مؤشره وفاته يعني بقيد النفوس ما مؤشره وفاته فاذا رحتوا لمحكمه الاحوال الشخصيه راح يصدروا لكم قسام ابوكم بي موجود وهذا ما راح يفيدكم يعني فهذا هو هذا الطريق الوحيد اللي امامكم يعني. نعم من وياي بالاتصال عباس من دياله تفضل عباس من دياله تفضل عيني اخ عباس الو اسمعك عباس اسمعك الو تفضل اتكلم الو اتكلم اذا تشوفني بالتلفزيون اتكلم اي نعم اي نعم. استاذ شلونك اهلا بيك اي نعم استاذ شلونك عيني يا مرحبا بيك الو استاذ عيوني انا راح اكمل لك اعرف يعني انت ما تستلم صوتي او انا ما استلم نعم. صوتك نعم 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 اي راح اكمل لك استاذ عندي نسيبي نعم استاذ عندي نسيبي اي عتم ولد انخطف
وقضايا إرهابية، يعني جماعة عليهم قضايا إرهابية وهسه هم بالسجن، ذول الإرهابية بالسجن وعندهم جرائم هواية. نعم. فارتكبوا على نسيبي واشتكوا عليه. نعم. هذا القضاء المختص مالي دياله اشتكوا عليه، قالوا نعم. خذ من عندنا 60 مليون وخذ كذا وهيكي. فالمحكمة مالت نعم. دياله صارت وياهم ويا الإرهاب مع الأسف يعني. نعم. وبينما هم احنا ضحينا وجاهدنا ووقفنا وطينا شهداء ها، وحكموا هسه نسيبي 5 سنين ونسيبي حتى شرد من دياله هم شرد وخارج بغداد تمينا. نعم يعني هسه شنو يعني هاي حكموا على نصب احتيال ليش يعني؟ بس اسمعني، وذول اللي حكموا هم ارهابيه ارهابيه وكل الدنيا تدري بهم ارهابيه وكل العالم تدري بهم ارهابيه، وهسه المحكومين من عتب ارهابيه بسجن الناصريه. هسه انا يعني وعتب اثنين انتحاريين وواحد بس خليك نعم. ملك استاذ انا اشوفه اثنين نعم. من عتبهم علقوهم بدياله، علقوهم بالتيل مال دياله، رادوا طبوا رادوا يفجرون ارواحهم في قضاء الارويج. نعم زين اخ عباس عيني، بالنسبه للجماعه اللي انت تتكلم عنهم، هذا موضوع انهم ارهابيين لو مو ارهابيين هذا يحدد القضاء، يعني لا انت ولا انا نقدر نطلق هاي الصفه عليهم بدون ما يكونون محكومين يعني. اما بالنسبه للحكم على موكلك ب5 سنوات فهذا حكم غيابي، يعني انت اللي يتضح لي من كلامك انه هو نسيبك ما موجود يعني، والتحقيق بالتحقيق كان ضده وحاله الدعوه الى محكمه الجناح، ومحكمه الجناح حكمته ب5 سنوات نصب احتياط. لا محكومين هسه هم بسجن الناصريه. هسه هو ادري هم محكومين، بس بالنسبه لنسيبك، نسيبك الحكم عليه غيابي غير مو جاوبني اخ عباس، الحكم عليه غيابي لو حضوري؟ عباس نعم. وصلك صوتي؟ اي نعم نعم. الحكم على نسيبك نعم. غيابي؟ غيابي 5 سنين. غيابي 5 سنوات. هو هسه بامكانه نسيبك. نعم 5 سنين، هو حتى المحكمة مالته من اجت مفاجأة يعني ما يدري بيها. نعم نعم، هسه هو نسيبك بامكانه. أيوة بامكانه حتى من حكمه. اي اي تفضل استاذ. اي تفضل عباس، بس لا انقطع الاتصال. عباس عيني، هسه انا افتهمت الموضوع، انت نسيبك بالتحقيق ظاهر يعني شاف الامور ضده فما استكمل اجراءات التحقيق، حالوا الدعوه الى محكمه الجناح، محكمه الجناح حكمتها غيابيا 5 سنوات على نصب الاحتيال. هو هسه المفروض اذا نسيبك يريد يصحح الموقف يروح يسلم نفسه ويعترض على الحكم الغيابي الصادر من محكمه الجناح، وبالتالي يثبت انه بالعكس هو ضحيه لنصب واحتيال ذوله بالشهود بالادله، يناقش الادله اللي كانت متحصله ضده، يوكل محامي، وبالتالي حتى النصب واحتيال يعني ماكو حكم 5 سنوات، بس لانه غيابي بدون حضوره، هو الحكم الغيابي دائما يصدر بعقوبه باقصى العقوبه في سبيل انه يضطرون للمتهم ان يسلم نفسه، بالتالي من يسلم نفسه ما راح يعني حتى لو ثابت عليه النصب والاحتيال ما راح ينحكم 5 سنوات، يعني راح ينحكم بحكم ابسط من ذلك بكثير، يعني يجوز ما يزيد عن سنه او 6 أشهر حبس او بايقاف تنفيذ او يعني. انا رايي مقترحي لكم انه نسيبك هو يروح يسلم نفسه ويفند الأدلة اذا كانت موجودة ادلة ضده، ويقدم الادلة اللي تثبت براءته ويوكل له محامي، هذا افضل طريق، افضل مما يبقى انه صادر عليه حكم غيابي وعليه امر القاء قبوض وجوز يتنفذ عليه هو يعني ما مسلم نفسه، هاي يصير نقطة ضده. الافضل اذا هو واثق من سلامة موقفه ان يسلم نفسه ويعترض على الحكم الغيابي. نعم نعم نعم، يعني السيد المخرج يقول لي انه اكو متصلين يحاولون يعني انه المتصل اللي يريد يشوفني يعني ممكن انه يجيني القناة الديار يعني اما سبت الساعة 4 4:30
أو الثلاثاء الساعة 4:30. يعني هذا فقط بالنسبة للي يتصلون بالكنترول ويسألون عن هذا الموضوع، وإحنا إن شاء الله بخدمتكم. يعني إذا الاستشارة واحد ما يقدر يقولها على الجو، ممكن يعني أكو أمور فيجيني ساعة 4:30، أما يوم السبت أو يوم الثلاثاء. نعم، إذن أرجع للمادة 39. نعم، المادة 39 بالفقرة 4 منها تقول أنه من أعضاء الضبط القضائي بالفقرة 3 مدير محطة السكة الحديد ومعاونوه ومامور سير القطار والمسؤول عن إدارة الميناء البحري أو الجوي وربان السفينة أو الطائرة ومعاونو الجرائم التي تقع فيها. يعني بالنسبة للجرائم اللي تقع بالقطارات وبالطائرات وبالموانئ، المذكورين أعلاه، الذوات المذكورين أعلاه هما من أعضاء الضبط القضائي، وبإمكانهم أنه أيضا يحتفظون بالمتهم ويعني يتحفظون عليه إلى أن يسلموا إلى القضاء. 4، رئيس الدائرة أو المصلحة الحكومية أو المؤسسة الرسمية وشبه الرسمية في الجرائم التي تقع فيها. الجرائم اللي تقع في دوائر الدولة والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية، أيضا رؤساء هذه الدوائر هم يعتبرون من أعضاء الضبط القضائي. 5، الأشخاص المكلفون بخدمة عامة الممنوحون سلطة التحري عن الجرائم واتخاذ الإجراءات بشأنها في حدود ما خولوا به بمقتضى القوانين الخاصة. أحيانا يعني بعض الجهات تمنح هذه الصفة، هذا يعتبر مكلف بخدمة عامة أيضا في حدود الوقت والتكليف المكلف به، هو يعتبر من أعضاء الضبط القضائي. هذه هي المادة 39 اللي عددت لنا أعضاء الضبط القضائي. المادة 40 تنص بالفقرة أليف منها أنه يقوم أعضاء الضبط القضائي بأعمالهم كل في حدود اختصاصه تحت إشراف الادعاء العام وطبقا لأحكام القانون، أحكام هذا القانون يعني وقانون الادعاء العام، وهم يعني يقومون بأعمالهم بإشراف الادعاء العام باعتبار الادعاء العام يمثل الهيئة العامة للمجتمع، يعني الحق العام، وهم أيضا باعتبارهم من أعضاء الضبط القضائي يعني يكونون تحت إشراف الادعاء العام. والفقرة باء تنص أنه يخضع أعضاء الضبط القضائي لرقابة قاضي التحقيق، كل أعمالهم يخضعون بها لرقابة قاضي التحقيق، وله أن يطلب من الجهة التابعين لها النظر في أمر من تقع منه مخالفة. إذا واحد منهم من أعضاء الضبط القضائي اللي عددناهم خالف، القاضي يعني يكتب إلى الجهة المسؤولة عنه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله ومحاكمته انضباطيا، ولا يخل ذلك بمحاكمتهم جزائيا إن وقع من متهم منهم. يعني إذا حصلت جريمة منهم أيضا يحاكم جزائيا. احنا وقت البرنامج انتهى وتوقفنا عند المادة 41. إذن حتى يحين موعد لقائنا الأسبوعي المقبل، أترككم بحفظ الله ورعايته، تقبلوا تحياتي وتحيات كادر البرنامج.